يوم جديد وأكيد حلقة جديدة من برنامج سيدة. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة متنوعة كالعادة مع برنامجكم اليومي المباشر وآخر الأخبار والمواضيع المتنوعة. أقدم لكم هذه الحلقة مع زميلاتي أودي ومها. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك يا ريم. أنت ومها أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. أكيد راح نكون معاكم ساعتين على الهواء نقضيها معاكم أحلى وقت وضيوف مميزين ومواضيع متنوعة. هلا وسهلا مها. هلا وسهلا أودي، مساك الله بالخير يا ريم، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. أكيد أنتم على موعد مع حلقة متجددة من برنامجكم الجميل المفضل واللي تحبون برنامج سيدتي. أكيد اليوم راح نقدمها أنا وزميلاتي ريم وأودي حلقة مميزة كالعادة. بالفعل مها، خلينا نشوف أبرز العناوين لحلقتنا لليوم. مع اقتراب شهر رمضان، مختص يناقش أبرز قواعد التغذية الصحية وفوائدها. جمعية إعلاميون تطلق جائزة المرأة الإعلامية السعودية. كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع الشخصية العصبية؟ الفنان الصاعد مسفر يطرب استوديو سيدتي. في بداية جولتنا الإخبارية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني حفظه الله، أطلق استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. نرحب معنا عبر الهاتف بالدكتور أحمد البدر، عضو رابطة اقتصاد الخليج وصناع الاقتصاد. هلا وسهلا بك دكتور أحمد. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين اجمعين. وعليكم السلام، هلا وسهلا بك. موضوع جدا مهم وخبر اكيد مهم، لو تكلمنا عن اهداف اطلاق هذه الاستراتيجيه. سمو سيدي ولي العهد اطلق الاستراتيجيه لصندوق التنميه الوطني وتحويله وتعظيم محتواه من حيث الاصول ومن حيث المشاركه في الناتج المحلي. وترتكز الاستراتيجية بشكل رئيسي على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية في داخل المملكة وبتأمين الوفرات التمويلية والمالية للصناديق والبنوك التنموية، كذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لاستمرار التمويل التنموي على المدى الطويل، تمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة تعاونا مع استراتيجية بنك التنمية الوطني كصندوق يعتمد على تحويله إلى مؤسسة من تبتعد عن الإنفاق الحكومي في استقلاليته في تعزيز والإشراف على الصناديق والبنوك التابعة، كذلك تفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية والتمكين من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة للصندوق. نعم دكتور أحمد، خلنا نتكلم يعني أثر التنمية الوطني على الاقتصاد بحلول 2030. الأثر يستهدف الصندوق طبعا وصولا إلى 2030 تحفيز المساهمة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في دورة الاقتصاد الداخلية السعودية بأكثر من 3 أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد العام، كذلك مضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما نعلم في رؤية 2030 محاولة الابتعاد عن الإدمان على البترول كمورد رئيسي في إيرادات المملكة وموازناتها، فتفعيل الحصة الناتج المحلي الإجمالي من خلال صندوق التنمية الوطني بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 605 مليار ريال وصولا إلى 2030، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي وخلق العديد من فرص العمل المستهدفة في 2030، 230 ألف فرصة عمل إن شاء الله للسعوديين والسعوديات.
طيب دكتور أحمد، كيف تشوف أثر التنمية الوطني على الاقتصاد بحلول 2030؟ لا نغفل في البداية دور الصندوق كمؤسسة، لأنه الاستراتيجية الآن تحدثت عن تحويله إلى مؤسسة، كونه يقوم كمؤسسة معناها نبتعد عن الإنفاق الحكومي ويأتي دوره كمؤسسة تمويلية وطنية تساهم في الناتج المحلي والناتج الكلي في إيرادات وموازنات المملكة العربية السعودية وصولاً لتحقيق الأهداف في التنمية. فدور الصندوق مهم جداً في تفعيل التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية وضمان المواءمة مع أهداف رؤية 2030، وكذلك الحد من التداخلات والازدواجية بين الجهات التنموية اللي تستهدف دعم الاقتصاد الداخلي ودورة رأس المال في داخل السعودية، كذلك تمكين الصناديق من تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية وتعزيز الأداء والكفاءة والاستدامة المالية للصناديق والبنوك التنموية من خلال استقلاليتها واعتمادها على أصول تحقق استقلاليتها عن الإنفاق الحكومي وتعزيز وتعظيم المحتوى الداخلي لها ودعم القطاع الخاص والمشاركة معه في مستهدفات رؤية 2030. نعم، دعني أتوقف معك على نقطة الصناديق والبنوك التنموية والقطاع الخاص أيضا، لأنه هذا الصندوق يهدف إلى ضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030، كيف تقرأ هذا الرقم؟ صحيح، إذا استذكرنا لحظات إطلاق مبادرة 2030 من خلال إعلانها سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، عندما أعلن رؤية 2030 بتعزيز الموارد وتنويع مصادر الدخل في المملكة لعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو البترول، في استهداف 70% غير نفطية تكون مداخلها من خلال مشاركة المؤسسات المختلفة الوطنية ومشاركة مع القطاع الخاص في تنمية الإيرادات الغير النفطية. نجد أن الصندوق بقراءة من خلال توجيه سمو سيدي في بالاستثمار ب 570 مليار ريال، لأنه وجود الموارد والثروات الداخلية في السعودية، كذلك الفرص والاستثمارات بشكل كبير، ومن خلال الإعلان عن مشاريع ضخمة موجودة في السعودية كان هناك دور مهم جدا في ضخ أموال لصالح صناديق التنمية الوطنية في تعزيزها والمشاركة في هذه الاستثمارات ودراسة الفرص وضخ الأموال لتعظيم الناتج المحلي وكذلك تعظيم الناتج الكلي بحلول 2030 لتكون مساهمة في هذا الناتج المحلي بمبلغ وقدره 605 مليارات ريال تكون غير نفطية بمشاركة مع المصادر الدخل الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة. كما نعلم أن السعودية عندها أكبر صندوقين سياديين على مستوى العالم، ولعله صندوق الاستثمارات العامة وكذلك الآن صندوق التنمية الوطني من خلال البنوك والصناديق التابعة له. نعم دكتور أحمد البدر، عضو رابطة اقتصاد الخليج، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. خلنا ننتقل إلى هذا الخبر مشاهدينا. ووجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة وقاية للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات الأقل من 12 سنة، وتترتب على ذلك عودة التعليم حضورياً وبشكل كامل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية وعودة الطابور الصباحي. يعني نتمنى لهم التوفيق، الله يحميهم ويحفظهم أبنائنا، هم مستعدين بإذن الله لهذه الخطوة لهذه المرحلة بحكم السنتين اللي عاشوها وعرفوا ايش يعني تباعد وعرفوا ايش يعني كورونا، فاليوم هم مسؤولين عن المحافظة على نفسهم وكيف يعقبوا يدهم. صحيح انه ما راح يكون في تباعد، ولكن نقدر انهم يحموا انفسهم بانهم يقوا انفسهم، بلاش من الاختلاط الزايد، الكمامة، المعقمات، ف
فما شاء الله عليهم اليوم هم صاروا شاطرين في هذا الموضوع، متحمسين جدا لعودة الطابور الصباحي اللي هو الالتزام بذاته. يعني خلينا نقول بداية من الطابور الصباحي هنا تطبق القوانين، صح. اللبس، الزي المدرسي، الترتيب، النظام، النشيد الوطني في الصباح، الإذاعة الصباحية. أبغى المدرسة ترجع زي ما كانت المدرسة كده اللي يقضوا فيها 6-7 ساعات، صح. بكل ما فيها من فعاليات ونشاطات ثقافية ويتعلموا اجتماعيا، ينموا نفسهم، وحتى لما تكون هناك في مواهب أيضا تنمى هذه المواهب، وعودة المسارح المدرسية، فهذا الشيء جدا مهم. كل التوفيق للطلبة والطالبات بإذن الله. أتوقع هذا الخبر كل الأمهات فرحانين ومبسوطين عليه. خلوني أطلع معاكم في خبر آخر. شهدت مدينة حائل المعروفة بجمال طبيعتها مؤتمر حائل الدولي للطب نمط الحياة، وبمشاركة 40 متحدثة من مختلف دول العالم. الملفت في هذا المؤتمر الصورة الفنية اللي شفناها لأول مرة، مؤتمر دولي خارج القاعات ومن قلب الصحراء والطبيعة، مثل يمكن ما احنا شايفين في الصور. يا الله، فكرة رائعة. يعني حلو إنه ليس فقط الرياض بيقام فيها هذه الملتقيات والمؤتمرات الدولية، بل موزعة على جميع أنحاء ومدن المملكة. يعني شوفوا هذا المنظر الخلاب اللي في هذا المؤتمر اللي جاء فيه الكثير من المتحدثين والمهتمين في هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم. قديش إحنا بنروج لكل مناطقنا الجميلة في المملكة، ونستغل يعني الجو الجميل، ونستغل جمال طبيعتنا والمناطق الجميلة اللي عندنا، بحيث إنه نقام فيها هذا النوع من المؤتمرات ويشوفوا الناس إيش عندنا من طبيعة، وأيضا لتبادل الثقافات والتجارب في هذا الموضوع. أنا حابة الاهتمام اللي واضح بالتراث، خلنا نقول بشتى مجالاته، صحيح. بتراثنا. يعني للأمانة أنا مرة مبسوطة، مثل هذه المؤتمرات، مثل تشجيع الشباب والشابات، تثقيف الجيل القادم اللي يعني جيل الآيباد زي ما يقولون، اللي يعني يمكن لعله شوي ابتعد، وهذا يعني طبيعة الحياة. لكن مثل هذه المؤتمرات، مثل الفعاليات هذه اللي قاعدين نشوفها، قاعدة ترجع، قاعدة تعزز الهوية الوطنية، وخلنا نقول ثقافة تراثنا بشكل عام. إنجاز جميل وغير مستغرب أكيد على السعودية والسعوديين. نعم، وإلى إنجاز أيضا غير مستغرب على السعوديين وعلى الطلاب السعوديين في الخارج تحديدا. بلدية مدينة برايتون البريطانية تختار المبتعث السعودي عقيل بن كدسة ليكون مشروع تطويرها سياحيا تحت تصرفه وإدارته، ذلك بعد انبهارهم ببحثه العلمي في جامعة ساسكس البريطانية. الله 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 يا عقيل، يعني فخورين فيك، وفعلا يعني ما شاء الله عليهم شباب، حتى خيرهم ما هو بس للسعودية، بل وصل يعني خارج السعودية، ودولة زي بريطانيا يعني دولة متحدثة ويعني حديثة عفوا، ودولة متقدمة خلنا نقول. يعني هذا يعتبر كريدت له ولنا احنا كسعوديين، انه شبابنا هو صغير بالعمر، يعني واضح يمكن من الصور، الله يوفقه، فخورين فيه جدا يا ريم. اكيد هم اكيد هذه اضافه لهم هم ايضا، يعني برايتون من المدن الجميله والسياحيه، ولكنها ذات طابع قديم، يعني ما فيها تطور سياحي، صحيح. يواكب، يعني احنا ما شاء الله القفزه اللي قفزناها في مواكبه كيف السياحه، وكيف نجذب الناس من جميع انحاء العالم، ونعزز من الاشياء الجميله اللي عندنا. يمكن هم كانوا واقف عندهم الزمن لحقبه معينه، لا اعلم لماذا، يمكن للسبعينات، ولكن حلو انهم يستفيدوا من كوادر وطنيه من الخارج، ويستفيدوا من تجربتنا السعوديه، وهذا الشاب له كل التوفيق باذن الله. صحيح. طبعا خلينا ننتقل الى هذا الخبر ايضا معكم مشاهدينا، ونشرت الكاتبه غاده ابا الخيل عبر حسابها على تويتر صوره مبهجه لمجموعه من الاطفال في راس تنوره. التقطت هذه الصورة في الثمانينات، وذكرت غادة أن المميز في هالصورة هو القصة الشخصية وراء من التقط هذه الصورة، وهو أمريكي يدعى أندرو. وذكرت أيضا أنه تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وأبلغها بمعلومة لم تتوقعها، وهي أن أحد البنات عرفت نفسها وتواصلت معه وهي بعمر 57 عام اليوم. ما شاء الله. الله، انت عارفه الحلو في هذه الصوره الانفتاح اللي كنا فيه،
يعني يمكن لو جات فترة قبل فترة لو أحد يبغى يصور يدخل لحي ما ويصور ويبغى يشوف أهالي الحي كان في تخوف إنه لا ما نبغى كيف تصورنا كيف تصور أولادنا، يمكن اليوم رجعنا زي كذا عادي ناس طبيعيين ونمارس حياتنا الطبيعية اجتماعيين مع الآخرين وهكذا، ولكن في هذاك الوقت قد إيش جميل إنه قد إيش أهل الحارة لطيفين وبسيطين جدا وتعاملوا مع هذا الشخص الغريب بكل أريحية وبكل بساطة، واليوم شوفي أصبح لهذه الصورة قيمتها ومكانتها يعني، فشيء جدا جميل صراحة. طبعاً وأنا يعني أنا أحب دائماً الصور القديمة، يعني أنا دائماً أستمتع لما أشوف الصور القديمة سواء صور تخصني أو عائلتي أو صور للناس، يعني مثلاً زي هذه الصورة أنا لا شعورياً لما شفتها ابتسمت لأنه رجعتنا إلى الأيام القديمة، شفنا كيف أهلنا كيف كانوا عايشين، لبسهم، طريقتهم، حتى طريقة التصوير، يعني أنا دائماً دائماً والله يا ريم يعني ما تخيلين وأودي أنا قد إيش دائماً أقول للناس احتفظوا بهذه الصور، هذه كنز، يعني احنا مثلا صورنا اليوم اللي احنا نصورها راح نشوفها بعد 20 سنه 30 سنه 40 سنه راح نقول يا الله كنا قد ايش يعني الاستوديو حقنا وبرنامجنا وزميلاتي والى اخره ولا صديقاتك ولا اخواتك، فدائما هذه الصور الصراحه انا بالنسبه لي يعني احب احتفظ فيها وحبيت انها رجعت ونشرت هذه الصوره، والحلو في الموضوع انها طلبت اذن المصور، ترى مو كل احد ممكن انه يفكر في هذا الموضوع لانه ممكن انه يروح يطالب يعني بحقوق النشر. تدرون بنات الشيء اللي انا مره يعني مزعلني انه افتقدنا هذا الشيء، يعني صارين نعتمد اكثر شيء على الجوالات في التصوير. صح وين؟ واذا اني بنصور صور نقعد احترافيه فوتوشوب واديت، ما عاد في الصور الطبيعيه اللي يعني مها قبل تقريبا كم يوم انت نزلتي صورك على السوشيال ميديا على الصغير قد ايش كانت طبيعيه صح وحلوه صح يعني صح انا قاعده اقول يا الله ليش ما نرجع نستخدم بالصور ذا التصوير الطبيعي اللي من غير اديت من غير اي شيء وتنزل كذا طبيعيه حتى اطفالنا حلوه. انا قاعده افكر في الموضوع يا اودي على الطاري انك جبتي، انا قاعده اقول يعني حتى لو صورنا بالجوال يا جماعه ترى تقدرون انكم مثلا تسوون فايل معين مثلا رحله عائليه او مثلا مناسبه او عيد او بس كذا اطفالك مثلا وبعدين تنطبع وبعدين صح تنحط في ألبومات على اساس تقعد لك وللزمن ما تدرين جوالك يضيع ينحرق يصير في شيء، فانا الصراحه مهما كان تصوير الجوال اتفق معك اقدر الصور ايوه طبعا هذه ليها طابع خاص يعني. اكيد طبعا طبعا عندنا خبر كمان ثاني وكمان من لندن اللي هو حذرت شرطة لندن راكب من وسائل النقل العام طبعا من عاقبة التحديق إلى الآخرين بطريقة غير لائقة حيث قد تعد تحرشا جنسيا يعاقب عليه القانون. طب هو صح يعني صح أنا أتفق مع هالقانون لأنه أحياناً وقد مرة حكيت في الموضوع الأمانة كنت أقول يعني أحياناً في نظرة عفوية تجي يعني عادي الواحد ينادر شخص بس في ناس طالق بطريقة لدرجة خصوصاً مثلاً في المطاعم أو في مكان أنت مثلاً تتعشين فيه أو جلسة تبغين خصوصيتك تحسين في ناس قطة معك في السالفة، أنا هنا أحس أنه لا معليش لازم في قانون يردع هذول الأشخاص، ما أدري عنكم يعني أنتوا هل هذا الشيء يخليكم مو مرتاحين إذا أحد لا في بعيونه صح في نظرة بريئة وفي نظرة تحرش هذا كلام حقيقي يعني فأنا مبسوطة وفي نظرة مضايقة ولقافة مو بتحرش ولا هو شوفوا أنا أفهم نظرة المضايقة أحس فيها أنه أحد يضايقني كذا يصغرني بعيونه بس نظرة التحرش كيف بفهمها؟ كيف بشتكي؟ عظيم كيف بشتكي؟ كيف تثبتين قصدي؟ كيف اشتكي؟ ايش اقول؟ اقول تعال هو ناظر، طب اثبتي انه هو ناظر كنظرة التحرش. حيقول لك انا نظراتي كذا. صح. يعني هي وفي الاخير هذه كلها اشياء بيسووها عشان يردع الناس اللي مثلا ممكن تراود نفسه انه يسوي اي حاجه غلط، ولا هو المفروض انه الناس تكون محترمه بين بعضها وتحترم بعض وتكون هناك حدود للنظره. طبعا في اخر جولتنا الاخباريه حذر اطباء نفسيون من هوس البحث عن الاجسام المعضله خصوصا لدى المراهقين وفسروه باضطراب عدم الرضا عن الجسد ويتمثل في شكل من أشكال خلل العضلات يظهر في الغالب لدى الرجال بسبب رفع الأثقال المفرط وعدم الشعور بالقوة الكافية والالتزام الصارم بتناول الأطعمة التي تحافظ على الوزن. أنا ما عجبتني هذه الدراسة يعني ليش بادي ديسمورفيا أوكي يعني طب ليش هم معتبرين انه هوس ومرض وكذا يعني الانسان لما يهتم بشكله
واضطراب ليه زعلوني؟ لا قاعد يقول لك انه يوصلون لمرحله حتى الاثقال لما يرفعونه يرفعون بزياده. طب هو لازم ترفع إنه... بزياده عشان تصير عندك العضلات دي. طيب ارفع مو بزياده الاوفر يا ريم، احنا نشوف ناس كثير قاعدين ترفع قد ايش يعني، هذا طيب. مو شيء طبيعي يعني، هل انت تحتاج هذا بحياتك؟ لا لا شوفي 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 انا بقول لك على نقطه اودي بس عشان يعني كلنا نكون في الصوره، وانا اعرف يعني هذه الدراسه ممكن انها تكون تستهدف الناس اللي وصلوا للهوس. أيه؟ شوفي بزياده عادي هذا كيفه، بس لا يوصل بزياده انه يصير شكله مو طبيعي، ما يصير كانه شكله كانه مو انسان. يعني في ناس اللي ياخذون المنشطات والستيرويدز يعني انا مره قريت خبر قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات اذا مو باكثر، في واحد وصل لدرجه انه صار ياخذ ستيرويدز شكله غريب كانه فوتوشوب لانه جسم عادي، وبعدين هنا مره شيء كبير انفجرت العضله يا صحيح بنات تحصل. العضله انفجرت، انت مستوعبه اشياء هذه إيه هذه الليجلز هذه اشياء يعني غير يروح للمستشفى وما ادري ايش يسوون له، بس يعني ما هو طبيعي انه انت توصل لمرحله. انا اتوقع هذه دراسه تقصد هذول الناس ممكن صحيح. بس الناس اللي مثلا يحافظون من ناحيه الـ على قولتك الاوزان الثقيله، يعني انت اليوم تشيلين وزن بكره تشيلين اكثر إيه وبكره وبكره بس بالشيء يعني الطبيعي الوزن الطبيعي مو الوزن اللي مره اوفر. في بادي بيلدرز او اللي هم حقين كمال الاجسام يحتاجون لازم يشيل إيه زي اللي قبل شوي قاعده اشوفه في الصور طبعا حلو طيب ليش لا يا اختي ابشرك يعني خلاص ريم نيو ريم الان ما عاد هي ريم حقتنا انا 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 إيه خلاص انا ريم بصير بادي بيلدر كسرنا الحلقه الاخيره يعني بالضبط يعني انا اليوم شت اشيل اعلى من وزني الحمد لله وصلت لهذه المرحله لا والله لسه توي تو لسه في حق الكيلو وتهاوشنا والمدرب لا والله ما ازيد والله تزيدي يعني الرياضه جميله طبعا ولكن بحدود زي ما ذكرتي ما ان الواحد ما يكون اكستريم ويستخدم حاجات تضر بصحته عشان الشكل العام كذا. مشاهدينا انتهت جولتنا الاخباريه، المزيد من الفقرات في انتظاركم بعد الفاصل. بعد الفاصل مع اقتراب شهر رمضان مختص يناقش أبرز قواعد التغذية الصحية وفوائدها. أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك واللي معروف أن نظامنا الغذائي بيروح في الباي باي على قولتهم، يعني راح يتغير بشكل كبير، ولكن للأسف يعاني الكثير من الناس في الوطن العربي بالتحديد من مفاهيم قد تكون خاطئة حول طعامهم وغذائهم في رمضان بالتحديد. عشان كذا ضيفنا اليوم راح يوضح لنا أبرز قواعد التغذية الصحية في رمضان وإيش الفوائد واللي تعود على الجسم إذا التزمنا بهذه القواعد. خلونا نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم العريفي، أخصائي أول تغذية وحاصل على دكتوراه في علوم الأغذية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا وسهلا فيكم وفي المشاهدين وحياكم الله. يعني دكتور هذا الموضوع جدا مهم وحساس يمكن للجميع، انه رمضان يقول لك لازم نسمن عادي، يعني في رمضان طبيعي انه انت تسمن، هل فعلا طبيعي ان الواحد يسمن؟ وكيف انه يعني ندخل رمضان ونحافظ على وزننا وما يختلف علينا شيء الكثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم هذا اللقاء. طبعا رمضان في السنه شهر هي ديتوكس، نزع للسموم، وراحة للمعدة، راحة للأعضاء، راحة للإنزيمات، راحة للهرمونات. فالجسم يتخلص من سموم كثيرة وينزل وزنه، بشرط أنه في الليل أو المغرب إلين السحور ما يقلب هالموازين. فالآن بعض الشعوب العربية أو في الخليجية ارتبط رمضان الإفطار في رمضان ببعض المشروبات، ما أبغى أسمي براند نيم، مثلاً التوت المقالي، السمبوسة لازم مقلية، فتجد أنه في أثناء الفطور بدل ما هو مثلا ياخذ حاجته لا ياخذ مثلا دبلها مرتين، فيصير 4000 سعر حراري مثلا في الإفطار. وطبعا أكيد بيسمن مدام الليل النهار نوم، ورغم أنه رمضان يعني ما هو موسم خمول ولا كسل، معارك الرسول صلى الله عليه وسلم معركة بدر في رمضان بعض المعارك، فلذلك يعني ما له طعم رمضان إذا كم ما طلعت وتعرضت للشمس وجيت وكذا تحركت. يعني إضافة إلى أنك ما تشتهي الفطور يعني، ولا في العبادة نفسها والشي الصلوات على وقتها في رمضان في أثناء النهار، إضافة للإفطار
التدريجي الصحي، يعني مو زيادة الوزن المشكلة، مو بس زيادة الوزن المشكلة، إلى أنه يكون أصلاً جسمك زاد وزنه إضافة إلى لخبطة في الأكل أضرت بالجسم، زاد كوليسترول، زاد يوريك أسيد، زاد إلى آخره، هذه مشكلة كبيرة. صح، لأنه الخبصة يدوب بنقول بسم الله ناكل تمر، القيمات، سمبوسة، شوربة، وقف القيمات. القيمات هذه صح أنها ارتبطوا فيها لكن كلها زيت. يعني أنا بضرب لكم مثال وللمشاهدين، يجيب القيمات ثلاث، فرضا لو أكل ثلاث، يعصرهم بس كذا بملعقة ولا شيء على منديل ويشوف إيش فيها من الزيت. زيت وسكر طبعا وسكر. الشيرة. لذلك السمبوسة بالفرن، السمبوسة بدل ما هي لحوم، تأكل لحوم في السمبوسة، تأكل لحوم في الشوربة، في المكرونة، في السحور، في كذا، يطلع يورك أسد. فلذلك أنا أقترح على الناس طبعا كتوعية وتثقيف إلى أن السمبوسة تكون بالفرن. ويجي يقول الناس في والله قلايت الزيت اللي هي قليله وكذا، ممكن والله حلوه هذه القلايه، حتى الحين ما فيها يعني زيوت زي القلي، لانه يمسكون سر احيانا على مطاعم ياخذ له كميه من السمبوسه اللي كلها زيت، فيحط فيها 80% خضار و20% يا دجاج يا لحم يا سمك، ترى السمك يصلح في السمبوسه. فلذلك ما يحطون هذه الخضار، مهمه جدا في رمضان، لانه اغلب اللحوم نشويات سكريات. يعني مثلا يجي على الفطور يفطر على تمر ومعه قشطه، قشطه كلها دهون او لبن. دكتور ابراهيم حرام عليك والله العظيم، انت كذا قاعد تعطينا ناخذ لوفات. اي اللوفات ترى يمكن القشطه مثلا 30%، اللوفات يعني 20، ما تفرق بالضبط، هي نسبه بسيطه مهنا شيء. لا انا اقصد انه تمرات عصير وقهوه، ثم يريح المعده شوي، يصلي، يرجع شوربه تدفي المعده، تهيئ للطعام. بعده يجي مثلا والله فرضا السمبوسه، هذه سمبوسه بس بالفرن، بس اغلبها خضار. يعني ياما العالم ذي يزيد وزنها ويصير قولون عصبي ويصير انتفاخات ويصير اشياء كثيره، يعني يزيد اليوريك اسيد والكوليسترول بسبب الدهون اللي موجوده في اللحم المفروم اضافه الى الزيوت. تدريجي بحيث انه هو برضه لا ينسى الماء، شرب الماء، ولا ينسى الرياضه، لأنه في رمضان خمول وكسل وأكل وكذا، لا ما يصح. فإحنا نرشد، إحنا لا نلزم أحد، لكن أنه يعني يلفت نظري مشروبات معينة، السوبيا يمسكون سرة عليها طبعا. في جدة وفي كل مكان الفول يمسك عليه السرة، إلا لازم فول يا أخي، صلحه في بيتك أحسن. هي طلعت العصرية هذه لها طعم تاني يا دكتور، والزحمة يعني هذه الزحمة هذه بالضبط، إن الواحد يطلع في العصرية يعني يدور بالقتال أخذها غصب. إيه لازم منها يعني. لا أقصد الفول مثلا، هي تعتمد الفول بروتين وكويس، لكن إذا حطيت عليه زيت أو سمنة، زيت زيتون دكتور، زيت زيتون، زيت زيتون كويس. بس إذا مريض سكر، ترى العالم تحسب زيت الزيتون دايت وانه كويس، لا هو نفس السمنه نفس الزيت بالضبط، انه لابد تحط شويه بسيط. ثانيا الفول على اولها على المغرب، فول خلاص خليه علشان ينسد النفس وما عاد ياكل لين السحور. والله فكره هذه والله العظيم. طب لو بسالك، ليش انت قاعد تركز على خففوا من اللحوم خففوا من اللحوم، ايش هي اضرار اللحوم؟ اضرار اللحوم، الجسم يحتاج الى 80 جرام في اليوم بروتين، لكن المستخلص من 30 جرام. فلما تاكل انت لحوم كثيره كل يوم لمده 30 يوم، هذا غير السحور غير العشاء غير هيطلع اليوريك اسيد، واليوريك اسيد مصيبه، اضافه الى الكوليسترول، لانه لحوم الغنم فيها كلها كوليسترول طبعًا. عالي طبعا. طبعا لحم الحاشي سوينا عنه لقاء وجيد ترى، ممتاز وصحي، لكن انا اقول انه مثلا يقلل اللحوم هذه بحيث انه ما يصير في رمضان مفترس بس لحوم لحوم الى ايش متى. حبيت مفترس لانه شوف دكتور، هي الفرصه المفروض انه بالفعل المبدا عندنا كلنا احنا كعرب ومسلمين، يعني خصوصا احنا العرب، رمضان هو شهر الاكل، مع انه المبدا حق رمضان اننا نحس بالفقراء ونختبر صبرنا ونزهد في الدنيا ونتوجه الى العباده ونصوم اكثر ونتفرغ للعباده، ولكن للاسف هذا هو السائد، انه نشتهي والله عشان نتفرغ للعباده ونعرف نقوم نصلي لازم ناكل كويس كثير، وفكره انه ناكل كويس هذه هي الغلط في الموضوع. الناس يفكروا انه لما ناكل كثير والمقليات والحلويات عشان هي تدينا الطاقه، بينما هي تخلينا ممكن اكثر خمولا واكثر كسلا. فعشان كذا نبغى نتكلم كمان في دور مهم ورئيسي، هي لخبطه النوم.
يومنا يصير ليلنا نهار ونهارنا ليل، فإحنا كيف ممكن نوازن في الأكل مع موضوع النوم المتقلب اللي بنعاني منه؟ النوم لا يختلف العشرين رمضان، العشرين اليوم الأولى من رمضان المفترض أنه ما يختلف عن أي يعني يصلي التراويح وينام ويقوم. العشر الأواخر هي اللي فيها عبادة، نعم، وغالبا عطلة يعني ممكن نعم يقوم الليل اللي هو التراويح والقيام وغيره، وينام في النهار في القيلولة وينام الضحى مثلا، لكن يمارس أعماله. فلخبطة النوم هذه أصلا موجودة في غير رمضان ترى، صحيح، وهذا للأسف. وبعض الشباب أو بعض الناس ما أقول ينام من الصبح إلينا المغرب، صحيح. هذا مو صحيح، كارثة. هذا ما صار صيام، وين الصوم في الموضوع، وين الصلاة بعد أحيانا. فلذلك ما تحس أصلا، يقوم هو الفطور المغرب ويقول أنا أصلا ما اشتهيت شيء، أكيد طبيعي نايم 12 ساعة نايم. فلذلك أنا أقول لخبطة النوم هذه أصلا تسبب تعكر مزاج، مزبوط، تسبب حزن واكتئاب وضيق خلق، وخاصة لما ينوم بعد العصر. طبعا العصر هذا أصلا ممنوع النوم فيه، هي أصلا إلى الساعة 9 فقط، وبين الظهر والعصر القيلولة، بعده يكون صاحي يقرأ قرآن يتفرج على شيء وهذا، ويسوي رياضة في مول إذا حر. لكن إذا كان أنه نايم ونايم في هذا الوقت بالذات العصرية، نومته ما هي سهلة، يعني تراها اللي يسمونها عيلولة تعلك، صحيح، تسوي لك مشكلة كبيرة. إضافة إلى أن نوم الليل لا يغني عن النهار، نوم الليل مع الكون ضروري حتى لو أنه في رمضان، أنه تأخذ نوم من طبعا في النوم في الليل مو مثل النار، يعني مثلا كل ما كان مبكرا كل ما كان أفضل، يعني يعادل مثلا الساعة بساعتين أو كذا، بحيث أنه الإنسان يأخذ راحته من هرمونيا ميلاتونين وغيره. التغذية الصحية في رمضان أرجو إلى أنه يكون تدريجي، ويصير الإنسان طلع من رمضان وهو صائم أثناء النهار، تخلص من سموم كثيرة، نظف الكبد، نظف أشياء كثيرة من أعضاء، إضافة إلى أنه يكون في الليل غذاء صحي تدريجي، فيه الخضار، فيه الفواكه، سلطات ينسونها بعض الناس في رمضان، ما لها وجود في رمضان، ما لها وجود عند كثير ما لها ناس. وجود، نعم. ويصير يركز على النشويات واللحوم والدجاج والمقالي والزيوت والمشروبات والحلى. المشروبات اللي هي كلها أصباغ وسكر، يستبدلها بالعصائر وخفف المعدة شوية، خفف عليها شوية، لا تصير دفعة واحدة كلها في عشر دقائق ويروح يصير يصلي المغرب وأصلا دايف. لو يسجد مثلا نزل الأكل هذه مشكلة. والله دكتور يعني إحنا قاعدين نتكلم عن كلام، حضرتك قاعد تتكلم كلام واقعي، وهذا يمكن قاعدين نشوفه، تشوفه خلص من السفرة البعض يعني ينسدح على طول، ما وده حتى يتحرك الأمان، يتبنج بالضبط. طب دكتور خلينا نتكلم كمان على نقطة جدا مهمة، ألا وهي العطش. يعني كثير من الناس تقول لك أنا ما أجوع، حتى اللي يصحى لك من بدري ولا عنده دوام يقول لك أنا ما من جوع، لكن أكثر شيء العطش. فإيش هي الأشياء اللي أنت ممكن تنصحنا فيها، تقول أشياء اجتنبوها مثلا في السحور في الفطور عشان ما تعطشنا طول اليوم ومثلا تمتص السوائل وإلى آخره، وأشياء ممكن أنها تروي العطش، يعني مثلا عندك الخيار الجح هذه الأشياء. يعني أولا يوقف الملح، يقلل من الملح كثير خاصة في السحور، حلو، وفي الفطور برضه يازن الملح لأنه هو يبغى له سوائل أكيد بيعطش. ثانيا يأخذ البوتاسيوم في الموز، في الزبادي، في بعض الأكلات اللي مثلا أنه يأخذها في السحور، خاصة الموز وبعض التمرات، تسحر فإن في السحور بركة، هذه يعني تخفف من العطش. الملح ثم الملح ثم الملح، لأنه الملح يعني أولا ضار، يرفع الضغط لمرضى الضغط، صح. إضافة لأنه يحتبس السوائل فيزيد الوزن، فلا بد تقلل الملح حتى أن الجسم أصلا أثناء النهار والصيام يصير يحتاج إلى ملح، فيأخذ من المخزون، والمخزون من وين؟ مرتبط مع الدهون، خاصة الدهون الصفراء العنيدة اللي من البروتين، فتفك، فلذلك ينزل الوزن بس بتقنية مثل هذه، إضافة إلى الرياضة. ثانيا شرب الماء، شرب الماء بعضهم مثلا ما يشرب، لأنه أنت تبغى لك كاس كل نص ساعة أثناء الليل كله إلين السحور، بعض الناس ممكن ما يشرب ولج السحور شرب له أربع كاسات، هذا الغلط طبعا، هذا غلط، هاي خلاص هو التخزين الماء
للجمل وليس للإنسان. فلذلك ما تقدر، فلذلك على مدى الليل. المشروبات الغازية طيب هل تعطش؟ لأنه أنا والله من الناس اللي إذا شربتها يا جماعة أحس إني أعطش، بعدها أبغى أشرب موية كثير. هي معطشات ومخربشات للمعدة وضارة، إضافة لأنه أولا فيها سكر عالي حتى لو هي دايت أصلا مضرة، إضافة إلى أنه في أحماض الفوسفوريك وغيره طبعا. من الأحماض الستريك هذه كلها تحتاج إلى ماء لمعادلتها، فالناس يشربونها يقول لك بهضم، هي فيها غازات أصلا مكبوسة فيها غازات، فلما يشربها الغازات هذه تطلع في المعدة فتقلب اللقمة إلى الاثني عشر ويفكر أنه هضم وأنه إيش يتجشى، هذا مو صحيح، ترى من البدء ما يهضم صح. لذلك هي ضحكة يعني ما هو صحيحة، وبعدين ضارة جدا جدا لأن فيها فوسفوريك أسيد، فالفوسفوريك أسيد يحتاج لأنه حمض يحتاج إلى قلوي، والقلوي الكالسيوم فيروح يأخذ من العظام ويعادل كارثة طبعا، فيصير هشاشة عظام. طيب دكتور إبراهيم يعني سؤال مهم جدا، طيب وش ناكل؟ والله هذا سؤال محير، وشلون تاكل؟ نعم الله كثيرة، والإنسان يسوي شوربة بدل شوربة الشوفان يسوي شوربة متعددة الحبوب. طيب حتى الشوربة بحط فيها صلصة طماطم، بحط فيها بهارات، بحط فيها ماجي عادي؟ لا أولا ماجي براند نيم ما نذكره، أيوة المكعبات، مكعبات مرقة الدجاج. نعم. مرة قلت الواحد خل عن كذا، قال راح وجاب براند نيم ثاني وقام يستخدمه. لا هي المكعبات مرقة كلها ملح وكلها مونو صوديوم جلوتاميت ضارة، حط منكهات من عندك بهارات اللي ترغبها، إضافة إلى الملح القليل، إضافة إلى ممكن لحم بسيط أو دجاج، إضافة إلى حبوب متنوعة، الحبوب المتنوعة مو شرط شوفان بس، عدس. حط رز بني، حط عدس، حط قمح، حط شعير، حط ماش، حط إلى آخره، وممكن تنطحن عشان الأطفال يتناولونها ما يدرون هي مواد غذائية يعني جيدة فيأكلونها وهم ما دروا، لو تحط حبوب ما أكلها. هذه ناحية. الناحية الثانية إلى أنه تقلل من النشويات، الخبز، المكرونة، تأخذ السمبوسة يعني زي ما يقولوا تحطها كلها صحية، تقلبها صحية بدل لحوم ومقلي، لا والله إلا أنواع القرع، الكوسة، الجزر إلى آخره من هذه الأشياء، إضافة إلى لحم بسيط بس 10%، المعادلة مقلوبة صار 20-80% 90% لحوم حمراء وكل يوم ويأكل كمية كبيرة. فلما تحطها خضار مهما أكلت من اللحوم، إذا أكلت لحوم عادلها بالخضار والسلطات هتسلم ما يصير لك شيء. دكتور إبراهيم يعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا تواجدك اليوم معنا. مشاهدينا أكيد إحنا مكملين معاكم باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل جمعية إعلاميون تطلق جائزة المرأة الإعلامية السعودية. أطلقت جمعية إعلاميون جائزة الإعلامية السعودية واللي تعني بإبراز دور المرأة السعودية في المجال الإعلامي. حول هذه الجائزة يسعدنا أنه تنضم معنا في الاستوديو سهام السعد أمين الجائزة ومساعد الأمين العام لجمعية إعلاميون. أهلا وسهلا فيك أستاذة سهام. أهلا فيك، حياك، سعيدة فيكم، سعيدة بدعوتكم للاستضافة هذا اليوم الحديث عن جائزة الإعلامية السعودية. طيب أستاذة سهام، لو تكلمين شوي عن جائزة الإعلامية. جائزة الإعلامية السعودية أطلقتها جمعية إعلاميون تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. طبعا تعنى الجائزة بإبراز دور المرأة في صناعة المحتوى الإعلامي المؤثر. ممتاز، جميل. يعني جميل جدا إنه الجمعية إعلاميون تهتم بهذا الجانب، جانب المرأة وتمكين المرأة في الإعلام تحديدا. فعشان كده نبغى نعرف إيش هو الهدف من وراء هذه الجائزة. الهدف بداية قيادتنا الرشيدة وتمكينهم للمرأة في شتى المسارات وفي المجال الإعلامي، خصوصا أن الجانب الإعلامي يحتاج لكثير من السيدات المتمكنات في المسارات الإعلامية. أيضا أنتن الإعلاميات السعوديات النشيطات في الجانب الإعلامي التي يستحقن منا أن احنا نعمل لهم جائزة تتواءم مع مساراتهم وتخصصاتهم المهنية. ممتاز. إيش أهم المسارات اللي تعني فيها هذه الجائزة؟ صحافة الموبايل بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي،
أيضا صناعة المحتوى الإعلامي، البحث العلمي، وكذلك الوثائقيات. طيب إيش الشروط؟ هل في شروط معينة ولا ممكن أي إعلامي يقدم عليها؟ أي إعلامية سعودية ممتاز ممكن تستطيع أنها تقدم على الجائزة، بالإضافة أن يكون المحتوى المقدم في الجائزة ذو رسالة اتصالية واضحة. طيب والشريحة المستهدفة؟ الإعلامية السعودية بشتى الأعمار والمؤهلات. صراحة أستاذة سهام، أنا سعيدة جدا لوجود جائزة كهذه أخيرا، أستطيع أقول أخيرا، لأنه سبق تهميش المرأة السعودية الإعلامية من ملتقيات ومن منتديات ومن جوائز، ويهمش دورها وعدم وجودها وكأنها هي لا شيء، بينما لو نرجع للتاريخ الإذاعة والتلفزيون، كبار الإعلاميات السعوديات كان لهم بصمة كبيرة، من شيرين شحاتة، ماما دنيا، والكثير من الأسماء، مريم الغامدي، يمكن ما تحضرني جميع الأسماء، ولكن كان لهم دور وبصمة أساسية في الإعلام السعودي وصناعة الإعلام وتوجيه الإعلام والاهتمام بالمرأة ودورها، فتشكروا على وجود جائزة كهذه. ذكرت أن الجائزة انطلقت في اليوم العالمي للمرأة وستكون لمدة عام، لماذا هذه المدة الطويلة؟ حتى تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. نعم. أيضا حتى تكون هنالك فترة جيدة للترشيح وللتأهل وللتحكيم، خصوصاً لجنة التحكيم في الجائزة حريصة جداً. نعم. على انتقاء الجوائز بعناية، كما ذكرتي، وهذا ما تسعى الجمعية الإعلامية. طبعاً في الفترة اللي قبل أن نطلق الجائزة بحثنا كثير عن الجوائز الموجودة في الوطن العربي أساساً، في السعودية على وجه الخصوص ما في جائزة تهتم بالمرأة على وجه الخصوص، وما في جائزة تهتم بالمرأة الإعلامية. صحيح. فهذا من المميزات اللي استثنت فيها الجائزة. يعني الحين هذه الجائزة يمكن راح تكون حافز وداعم للمنافسة الشريفة ما بين الإعلاميات، خلينا نقول السعوديات بالتحديد، وأنهم هم يركزون فعلا على إبراز المحتوى الجميل والظهور بالشكل اللائق والذي يليق بالإعلامية السعودية. خلينا نقول دوركم اليوم في إعلاميون لتفعيل دور المرأة في المحتوى، المرأة الإعلامية، إيش الأشياء اللي تقدمونها طبعا غير هذه الجائزة اللي إحنا نتكلم عنها اليوم؟ وجودي بينكم اليوم أحد نتائج تفعيل دور المرأة في الجمعية. الجمعية ممكن بدأت تفعيل دور المرأة في إطار الجمعية من تقريبا من عام 2012 قبل رؤية المملكة في تمكين المرأة. طبعا بدأت في عام 2012 في انضمام أول عضوة للجمعية، ترى ذلك كثير من الأعضاء اللي انضموا من السيدات الإعلاميات في الجمعية، تقريبا يشكلون الآن 30% بما يعادل 200 عضوة في الجمعية. ترى ذلك انضمام أعضاء مجلس إدارة، طبعا الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني لها تقريبا 20 سنة من عام 2000. في عام 2016 انضمت أول عضوة مجلس إدارة الدكتورة فوزية الحربي كأول عضو مجلس إدارة، بالإضافة للأستاذة أمان القحطاني، أيضا الآن الأستاذة تغريد الطاسان. ما شاء الله، يعني أنا سعيدة جدا بهذه الجمعية والاهتمام الكبير اللي بتقدمه للمرأة السعودية الإعلامية تحديدا، وإبراز دورهن في الإعلام السعودي سواء محليا أو حتى في الخارج، يعني صراحة. صحيح. وهذا شيء ما نقدر ننكره، ولكن كلمينا أيضا عن ما هي الجائزة، إيش الجائزة راح تكون عبارة عن إيه، وهل هي عدة جوائز، وإيش كمان، هل المجال الآن مفتوح للتقديم، كيف الواحد ممكن إنه يشترك أو السيدة تقدم أو تشارك، أو هل هناك مثلا تكون في اقتراحات أو إنه أحد يقترح اسمها، أو كيف راح تكون آلية المشاركة؟ طبعا الجمعية حاليا تعمل على ورشة عمل مع اللجنة الإشرافية واللجنة التنفيذية ولجنة التحكيم. نعم. يعني ذلك راح يكون عندنا مؤتمر في شهر رمضان، راح يكون في التدشين عن طريقة التقديم على الجائزة. ممتاز. بالإضافة للإشتراطات المتخصصة في تحكيم الجائزة اللي راح يعمل عليها لجنة التحكيم. يعني صراحة جدا رائع، وهذا راح يعطي تنافسية وحافز للكثير من الإعلاميات السعوديات. سهام السعد، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، وأعتز بكم وأعتز بكل امرأة تسعى لتصل. شكرا لك.
ننتقل معكم مشاهدينا للفن والإبداع، وذلك من خلال تدشين معرض ملتقى ذات التشكيلي الأول في صالة جسفت للفنون التشكيلية بالرياض، وذلك بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين. تفاصيل أكثر نقلتها لنا الزميلة عهود النفاعي في التقرير التالي. اليوم أنا سعدت وتشرفت بافتتاح المعرض نيابة عن الدكتورة منال. المعرض طبعا متنوع، في عدد كبير من داخل وخارج المملكة، غطى جميع مناطق ومحافظات المملكة، وعددهم تقريبا 48 فنان وفنانة. اللي لاحظته طبعا التنوع في المستوى، التنوع في الأسماء، التنوع في الخبرة بين كل فنان وفنان، التنوع في الأساليب، وهذا اللي ينجح أو نقول يرقى لمستوى المعارض الجماعية. اللوحة اللي شاركت فيها كانت بعنوان ما بعد الخطيئة، تصف اللوحة كيف يكون حال الشخص لما يكون بين مكبل بين الهموم والأحزان، وكيف إنه يوجد طريقة للنجاح والأمل. فكانت استخدمت فيها كمية مشاعر لأن أوصل للناس فيها. اليوم شاركت في لوحة اسمها المرأة الحالمة، المرأة القوية، المرأة الطموحة، تذكر لي أشياء جميلة عن رؤية 2030 من تمكين المرأة. طبعاً حاولت إني أدخل فيها أشياء جميلة اللي هي من نبع المرأة وقوتها. مشاركتي اليوم طبعاً بهذه اللوحة طبعاً هي من فن الأردكو، طبعاً حاولت إني أنا أرجع طابع هذا الفن لأنه هو يتبع للفن، أو خلينا نقول الفن التكعيبي طلع بعد فن الأردكو. والله اللوحات اللي أنا شاركت فيها الآن هذه تحف تتعلق بعناصر من النقوش الصخرية، تم اختيارها للتعبير عن موروثنا الحضاري من النقوش والرسوم الصخرية، وفيه إن شاء الله يعني قرابة 832 نقش صخري رايح ينزل 832 إن الله يعني على هيئة تحف فنية وبأحجام مناسبة، هي تكون في متناول إن شاء الله السياح والزوار، وإن شاء الله أن تثري ثقافة المجتمع. طبعا شكرا زميلتنا عهود على هالتقرير، وشكرا جسفت على هالفعاليات الحلوة والمعارض اللي دائما تقام وتحفز كل الفنانين والفنانات السعوديين، دائما ما تسلط الضوء على فنهم وإبداعهم اللي كل يوم قاعدين نشوفه. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع الشخصية العصبية؟ مننا يمكن ما صادف في حياته شخص انفعالي بزيادة وصعب انه يقدر يسيطر على نفسه او على اعصابه، ومعنى اخر شخصية عصبية. طبعا هذه بالعادة شخص يمكن مو ضروري انه يكون انسان سيء، ولكن مشكلته فقط ان ردة فعله اتجاه اي شخص او اي موقف ممكن يكون بعصبية او باوفر خلينا نقول. طبعا هالشيء يرجع لي كثير من الاسباب، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه كيف نقدر نتعامل مع هذه الشخصيات. زميلنا مبارك سأل الناس كيف تتعامل مع الشخص العصبي، خلونا نشوف. والله أشوف إيش اللي يسعده ويرضيه، أحاول إني أهدي وضعه شوي، يبغى لها قوة. أنا ما أتحمل والله، عادي أهفه بالتلفون طبيعي، يمكن عادي أنا ما أعصب بسرعة. أنا عصبية، وشلون تعاملون مع الناس؟ عاد سلكون لي، يعطوني جوي، يتحشون
النقاشات الحادة معي، بس أنا شلون أتعامل معهم؟ أعصب أكثر وتقبوش. أحاول أقدم له الشيء اللي يرضيه عشان يهدى وما يصير عصبي. التعامل مع الشخص العصبي يخليه يذكر ربه ويهدي، ويعني أمتص غضبه بعدين نتناقش أنا وياه، لأن الإنسان في لحظة الغضب ما يدري وش يقول وش ما يقول ولا يقدر يتحكم في نفسه. طبعاً شكراً مبارك على هالسؤال، ودائماً نقول رأيك يعني فقرتنا المفضلة أتوقع هنا نفس سيدتي، لأنه نأخذ راحتنا فيها ونسولف ونعطي آرائنا. سؤال حلو الصراحة، أنا بخلي رأيي آخر شيء في الفقرة، فأنا بسألكم زميلاتي ريم وأودي كيف تتعاملون مع الشخص العصبي؟ أنت يا أودي كيف تتعاملي؟ يعني بحكم أن أنا شخصية مرة عصبية، فأفضل أن الشخص لما يتعامل معي يخليني أخذ راحتي على الآخر. يعني لا يستفزني، لا يحاول يتردد معي، وأنا كذا أتعامل بنفس الشيء. إذا حسيت شخص مرة قدامي عصبي ما أحاول أتردد معه، أتركه لين ما يهدى خلص وضعه بعدين أتكلم. ولا تبتسم، شكرا. وأنا معصبة لا تبتسم، هنا أحس إنه يستهتر فيني. عرفت إنه خير إن شاء الله. فهذه كذا بكل سهولة، خليك هادي ورايك في التعامل مع الشخص العصبي ومروق، لا تبتسم، خليك كأنك جدي بس لا ترده. إذا كان يهمك ذا الشخص طبعا، إذا ما يهمك لا عاد كيف. وأنت من النوع اللي يعصب تنفسي عن هذا العصبية، أو إنك تكتمي في نفسك، أو كيف تعبر عن عصبيتك؟ يعني ممكن في ناس يضربوا ويزعقوا ويكسروا. شوفي على حسب، يعني إذا مثلا أطفالي ما أعصب عليهم، أنسحب وأدخل غرفة ألم نفسي. صدق والله العظيم ما شاء الله عليك. إذا ناس ما يهموني مو ما يستاهلون أنه أنا أحرق في دمي أو نفسي أو نفسيتي تتعب علشان تطلع عصبيتي أو يرتفع ضغطي أو يصير لي أي شيء. بس إذا شخص مرة قريب مني الله يعينه. تعصب عليه عادي، طلع عصبيتك عليه مرة عادي، تزعجي ممكن تسوي كل شيء، أشياء كثيرة. والله الإنسان العصبي أنا وجدت أنه أفضل طريقة للتعامل معه أنك تمزح معه. يعني احنا في عندنا في العيله شخصيه مره معروف عنه هذا الشخص مره عصبي وصعب انك تتكلمي معاه وصعب تتفاهمي معاه. انا مجرد ما اشوفه انكت معاه وامزح معاه مزح ثقيل، هو طبعا يرد لي مزح ثقيل، بس اني اولاده بيشوفوا منه شخصيه اخرى، انه كيف بابا كذا دمه خفيف معاكم. ترى يا جماعه هو كذا طبع عصبي بس هو انسان لطيف جدا يعني. صح. فحاولوا انكم تجوا من الناحيه اللي تحبوها. اما اذا انا شخصيه عصبيه ولا انا للاسف ايوه ازعق على اولادي، انا هذا الشيء غلط، واحاول اني اسيطر على هذا الموضوع، لان انا ازعق عليهم هم يزعقوا علي. لا تخاف ان تحسبهم يخافوا مني مثلا انه ماما عصبت علينا ويروح يستخبوا، لا يزعقوا علي. ففي ما حد في احترام بالضبط، يصير كذا يصير في حوار صاخب يعني يوصل للشارع، فما ينفع. لا اذا انا لازم اغير من نفسي عشان انا اكون قدوه من ذا الكلام يعني. لكن العصبيه الحلوه اللي اطلعها في الشارع وانا اقود سيارتي، يا سلام. يعني تدروا احنا بنسوق ايش بنواجه العالم اللي ما تلتزم بالقوانين، اللي يسقط عليك، اللي ما يستخدم الاشاره. هنا امارس عصبيتي بكل اريحيه. ايش تسوين ريم؟ تفتحين شباكتها وشين؟ لا لا انا ما اجرؤ زي كذا، لاني ما اضمن ايش ردت فعله، ولكن مع نفسك تعصبي. اغمز انا، التغميز هذا عباره عن اني انا بسبك، انا الان بغلط عليك، اغمز مره كثير، يجي من وراء مثلا يغمز لي عشان امشي وانا واقفه ستوب، لا ما انا ماني متحركه، والطله اللي في المرايه ماني متحركه الا لما اشوف الوقت المناسب اللي اتحرك فيه. شاطره. طيب كفو تجبيني. بس اني اعصب ايوه، اسب جوه السياره واعصب ايوه صراحه ايه كثير. طب هم ما يسمعوني، بس انه مع نفسي. مع نفسك تضغطي نفسك. والله شوي انا زيك، انا اكثر شيء اعصب فيه في اليوم يعني، حتى لو كان يعني كنت يعني رايحه ولا جايه من الدوام، مرة يعصبني الشارع، يعصبني أنا زيك يعني. وأحاول أن أنا أعلي على الميوزك عشان ما حد يسمع أي شيء، يعني أي كلام مشفر ما يسمع. فهذا أكثر شيء يعصبني يعني بشكل، بس يعني إن شاء الله أن إحنا نقدر نخفف من هذا الشيء، لأنه ما يسوى. هذول يعني يعتبرون من الناس اللي إحنا المفروض أن إحنا زي ما قالت أوديو نتفق معها على موضوع أنه أنت تعصبين على ناس ما دروا عنك. صحيح. يعني فليش؟ هذا جانب. الجانب الثاني، أنا في شخصيتين من الناس العصبية. في الشخص العصبي اللي معصب من موضوع وجاي يفضفض لك هذا، أو داخل معصب عنده صار مشكلة أو شيء، هذا أحتوي أسمع منه وأهدي وأمتص هذا الغضب. في الناس اللي لسانها صليط أصلاً، تقلب عليك وأنت مالك دخل، وأنت مالك دخل، هذا لا، أنا أروح برا وأطلع وأقفل الباب ولا أبغى أتفاهم معك ولا أبغى أسمع. حتى لو قريب مثلاً،
لا بس في ناس لسانها سليط يا ريم، يعني في ناس مثلا تجيك انه يعني انت ما تسمعين منها شيء، تبين تناقشينها ما تعطيك مثلا مجال للنقاش وينقلب عليك. يعني هذولي لا، هذولي انا اتركهم تماما لما خلاص يهدى ويروق ويعرف يتكلم وبعدين اسمع. بس في ناس لا، حتى هم معصبين ترى في كنترول، يعني ممكن يسمعك. يعني في ناس لا يعني يعطونك المجال. والله انا ودي اتمنى اذا عصبت تعرف تتكلم. مو هو مو اصلا انت كيف تعرفين شخصيه الشخص او كيف تعرفين معدن الشخص؟ اذا كان معصب في قمه العصبيه ايش اللي يصدر منه كالتصرفات؟ كلنا نعصب طبيعي، بس كل شخص يعصب بطريقه مختلفه. يعني في ناس ممكن تعصب تجرح صح غير العصبيه. في ناس مثلا تعصب توجه، أو في ناس مثلاً تعصب خلاص تلتزم الصمت وإلى آخره. فكل واحد، أنا أشوف شخصية الواحد تبان صراحة في العصبية، وقت العصبية لما يكون على قولتهم يعني العصبي خلاص ما يشوف قدامه. فأنا يعني أحب أشوف الناس اللي أنا أحبهم يعني معصب، مو بحب إنه أتمنى إنهم معصبين، لكن هذا الشيء يبين لي معدن هذا الشخص أو كيف طريقته أو إيش تفكيره. لأنه الواحد ممكن هو معصب يقول أشياء هو فعلاً يحسها في الحقيقة أو طول الوقت، الحقيقة هو الحقيقة يقول معروف. الحقيقة فعليا الأشخاص، أنا هذه قلت لكم في شخصيات لا أمتص غضبها، وفي شخصيات أنا يعني هذول الناس اللي مثلا تغلط أو تجرح لا ما أبغى أتفاهم. صح أنا معك معها، بس أختلف أنه أنا وقت العصبية أطلع الحقيقة، مو وقت مناسب أن أنا أطلع الحقيقة. وهي لا شعوريا تطلع، أنا هي لا شعورية. الواحد بعد لازم يكون عنده كنترول ما شاء الله. يعني هذا أنت، لكن في ناس ما يصلح. يعني الحقيقة حلوة تطلع في وقت معين على رواق الشخصين كلهم، ما تصلح تطلع وقت العصبية. يمكن ما تدرين إيش راح يكون بعد. يعني الواحد حتى لما يعصب يفكر طب وبعدين، أنا عصبت هل في حل؟ طب أنا عصبت وأفلمت وسويت الفيلم حقي، أما بعد؟ ممتاز، هذا السؤال الواحد يسأله لنفسه، إيش الفائدة إذا أنا عصبت وقلبت الدنيا ونكت على نفسي وعلى الناس اللي حوالينا وزي كذا؟ فالمهم جدا أن الواحد يسيطر على نفسه في هكذا نوع من المواقف ولا يستفز بسهولة، عشان لا يقول كلام ممكن يندم عليه ويحاسب عليه بعدين. صح ولا؟ عموما مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل الفنان الصاعد مسفر يطرب استوديو سيدتي. خلف كل حنجرة ناجحة سر عظيم، ولأننا نحب نستضيف الناجحين ونعرف أسرار نجاحهم، ضيفنا اليوم المطرب مسفر اللي جاي مخصوص للرياض ولاستوديو سيدتي عشان يمتعنا بصوته الرائع والجميل ويكشف لنا عن سر نجاح حنجرته الذهبية. هلا وسهلا بك يا مسفر. هلا بك، الله يحييك، شكرا لكم، الله يسعدك. شكرا أنك جيتنا مخصوص من الشرقية عشان تكون معنا في هذه الفقرة. أنا جاي من الشرقية خصيصا عشان. الله يسعدك، يعني جدا مبسوطين فيك وحابين نتعرف عليك أكثر. من هو مسفر الهاوي للطرب الأصيل، وكيف بدأت معك هذه الهواية؟ بالنسبة لمسفر، هو شخص بكل بساطة يعشق الطرب الأصيل بكل ألوانه شتى أشكاله. بالنسبة للبداية ممكن منذ الصغر، يعني بالنشاطات المدرسية الإذاعية وأشياء نفس كذا. ممتاز. يعني الحين صار في اهتمام كبير للموسيقى والفنانين بشتى مجالاتهم، خلينا نقول مسفر، يعني صار عندنا المدارس والمعاهد والدعم من الدولة. هل أنت الآن دخلت أي معهد، درست الموسيقى، أو أنها كانت مجرد هواية وأنت نميتها؟ والله الصراحة هي كانت مجرد هواية وأنا نميتها بس كيف يعني علمنا البروسس، لأن كل واحد له طريقته. طبعا ممكن أنه أنا أستمع ومثلا أسوي زي فلان أو كذا. في ناس تدخل اليوتيوب، في ناس تجلس مع ناس من هذا المجال. علمنا عن قصتك، أنا أبغى أعرف التفاصيل. بالنسبة والله إلى شو اسمه اللي هو ممارسة الغناء هو والسماع برضه واحتكاكي حاليا بالذات الفترة الأخيرة، صراحة صرت أحتك، ألقى في تويتر مساحات، ألقى في فنانين وألقى ناس عزيفة وأستفيد منهم وكذا يعني. طيب مسفر، يعني أنا صراحة تحمست أنا أسمع صوتك، سمعنا شيء. سمعكم حاجة الوديع الصافي. يلا. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الليل يا ليلى يعاتبني
ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحل نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. إلا إذا غنى الهوى ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى. وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى. إلى عينيك يا ليلى. الله، يعني واضح أنك بالفعل عندك شغف بالطرب الأصيل وهذه الموشحات والأشياء الجميلة اللي صعب أدائها، يعني يمكن مو أي فنان يستطيع أنه يقدم هذا اللون الطربي. مين من الفنانين الكبار والعمالقة اللي متأثر فيهم؟ والله صراحة كثير، يعني أنا دائرة سمعي واسعة، يعني بشكل أقول ستة أم كلثوم، فيروز، وديع، محمد عبد الوهاب، فهد بلان، يعني أسامي كثيرة. يعني وهذا يجعلك تتقن اللهجات المختلفة، عراقي، شامي، مصري، كل فعلا يعني. اللسان يخف شيء شيء كل ما تتأثر فعلا. هل لك مشاركات محلية أو دولية شاركت؟ يعني الحين بعد ما شاء الله احنا وزارة الثقافة ما قصرت، هيئة الترفيه ما قصرت، هل لك أي مشاركات مصر؟ فعلا في دعم موجود مهول والله، لكن للأسف والله ما كان لي مشاركات، لكن إن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله هي خطوة مستقبلية. إيش راح تسوي أو إيش الخطوة اللي تاخذها عشان إن شاء الله يجيك تجيك العروض؟ إيه؟ تجيك يقولون لك إحنا نبغى مسفر اللي صوته جميل واللي ذوقه جميل. إن شاء الله تعالى الله يسلمك. لا بس في أشياء ترى للأمانة، يعني مثلا دائما يقول لك الفرص ما تجيك، لازم أنت تروح لها. صح فعلا، لازم تشتغل عليها، لازم أنه أنت يعني توسع دائرتك، تفعل حساباتك على السوشيال ميديا. هذا الشيء بيخدمك أن تفعل حساباتك على السوشيال ميديا. والله أنا في الفترة الأخيرة، السنتين الأخيرة والله فعلتها أكثر، يعني كان تويتر، بالذات تويتر، يعني منصة تويتر أنا كانت عندي مثل الزينة أربط فيها الحسابات وكذا، لكن حاليا والله اتجاه كبير والله منصات التواصل الاجتماعي بالذات تويتر، واللي خلاني يعني أخالط فنانين كثير وأتعرف على ناس كثير برضو في هذا المجال. نعم. مسفر، أنت بس تغني اللون الطربي ولا عادة تغني أي لون ثاني؟ والله أغني كل لون يستهويني صراحة، أي شيء يطربني وأحس فيه شجن مهما كان أغني يعني. طيب. لكن طربي بشكل عام، عراقي مثلا، لبناني مثلا، يعني أنت قلت مصري. عراقي أول شيء، ما تتحب العراقي؟ فعلا غني لنا شيء عراقي. العراقي غني لنا شيء عراقي. أويل 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 أويل. عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار. إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأقمار. ميحانة 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 ميحانة، غابت شمسنا الحلو ما جانا. غابت شمسنا الحلو ما جانا. عفت عيون النوم عفت عيون النوم، لجلك حبيبي العين ذبلانة. لجلك حبيبي العين ذبلانة. وحيك حيك بابا حيك، ألف رحمة لبيك. هذول العذبوني هذول المرمروني، على جسر المسيب سيبوني، على جسر المسيب سيبوني.
الله الله الله. يعني صراحة فاجأتنا. الله يسلمك. فاجأتنا يعني كيف الإحساس ومتقن للهجات وصراحة شيء رائع. يعني أنا السؤال اللي يطرح نفسه يعني إلى اليوم يمكن ما سألتك هذا السؤال، كيف كل هذه المواهب وهذه اللهجات وهذا الاهتمام بالموشحات ومواويل وغيره إلى الآن يعني لم تضع نفسك في المكان الصحيح؟ يعني الآن أصبح في أوركسترا سعودية وكورال سعوديين وينتقل أصوات ممكن زي هذا الأصواتك صوتك أو النوع الطربي خلينا نقول، فين الخلل؟ والله الخلل هو أنا يعني صراحة كنت هي هواية وموهبة في البداية يعني بالنسبة لي أنا أعتبرها هواية وموهبة، فأنا أغني في كل وقت لكن ما كنت ماخذها جديا يعني. لكن الفترة الحالية والله بديت فعلا بديت أكرس جهودي أكثر، أكون في مواقع التواصل الاجتماعي، أختلط بالفنانين اللي لهم باع ولهم خبرة في هذا المجال عشان أستفيد منهم في أشياء كثيرة. أنت ناوي تكمل إنك تكون على هذا الستايل الطربي ولا ناوي تنتج لنفسك أغاني وتتجه للاحترافية بشكل أكثر بحيث إنك تكون فنان خلاص موجود في السوق في الساحة اليوم؟ والله الصراحة أنا أتمنى يكون لي يعني أغاني خاصة أو جو خاص، يعني ممكن إنه يكون في لهجات مختلفة بعد بإذن الله تعالى، وإن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله تشوفون أشياء بإذن الله. إن شاء الله. يعني مسفر اللي عنده موهبة وعنده إصرار للأمانة هذا إن شاء الله راح يكون شيء جدا جميل في المستقبل، وأنت يعني خلنا نقول قاعد تأخذ خطواتك الأولى وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. الفنان الناجح أكيد يتميز بأدوات أو خلنا نقول سمات يتسم فيها عشان تخليه فنان ناجح ويستمر في النجاح، لأنه نرجع نقول أنا يمكن كثير شفنا أسماء جميلة طلعت وحبيناها بعدين فجأة اختفت، صح فعلا. فجأة ما صار يعني زي ما هو يعني صار في داون جريد على طول، أول ما صار يعني اسم قوي فجأة يعني ما نعرف إيش الظروف، لكن إيش الأشياء اللي تخليك تستمر وإيش الأشياء اللي تخليك ناجح كفنان اليوم؟ والله الصراحة أنا أشوف أول شيء الإيمان بالموهبة، أنك تؤمن فعلا أنه عندك موهبة ممكن أنها توصلك إلى مكان، والاستمرارية برضه والمزاجية أحيانا أنا أشوفها تقتل الفنان، المزاجية مرات. المزاجية؟ أي فعلا. كيف يعني المزاجية؟ المزاجية يعني المود. المود فعلا مرات يكون شخص ما هو في مود غناء ممكن يأثر عليه أشياء يومية، مثلا أشياء في اليوم تصير له ممكن تأثر عليه فما يجي له نفس في الغناء أو ما يجي له الهاجس يخليه يغني أو ينطرب ويطرب. طب اختيار الكلمات يعني أو اختيار يعني مثلا فنان معين زي حضرتك اليوم مسفر جاك عرض مثلا من شاعر معين ملحن معين، هل أنت بتأخذ العرض بغض النظر ناسبك ما ناسبك؟ لا طبعا. يعني تحس هذا الشيء أثر؟ أنا في إجابة أنا قاعد أدور عليها ترى من اليوم. إيه والله لا طبعا، مو أي كلمات ممكن تتغنى، في كلمات ممكن تجلس عليها أيام تحاول تلحنها ولا تمشي معك يعني، أو أول شيء الكلمة ما حسيت فيها مثلا أو النص ما يستهويك. أوكي. يعني أنا أحس الكلمة لازم قبل كل شيء تستهويك عشان تقدر تغنيها بشكل يعني مناسب قبل كل شيء. طيب مسفر شو رايك تغني لنا الأم كلثوم؟ ليش لا؟ الأم كلثوم تحديدا. لا نوم ولا دمعة فعنيا ما خلاش الفراق فيا، ما خلاش الفراق فيا، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، بين الليل وألامه وبين الخوف وأوهامه، بخاف عليك وبخاف تنساني وشوقي لك على طول صحاني صحاني صحاني، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، قولي للبعد
دوبني 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 ومهما شو سهرني ومهما شو سهرني لا طول بعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. الله الله الله، يعني صراحة احنا كلنا يمكن كذا مبسوطين على هذه الفقرة وهذه المواويل والأغاني الطربية الجميلة. لكن طيب أنا راح أجيك من باب آخر، هناك الكثير من البرامج اللي تكون فيها تنافس من جميع الوطن العربي للأصوات الجميلة والمتميزة، هل فكرت أنك تشارك في هكذا نوع من برامج؟ والله أول لا، لكن حاليا فعلا بدأت تستهويني الفكرة. لا لا مو تستهويك، أنت المفروض تتخذ قرار وتقدم على هذه الخطوة، وبالعكس تنافس فنانين من الوطن العربي لأنه ما شاء الله يعني قادر على أداء لهجات مختلفة وصوت رائع. الله يسعدك، لكن أحس بعد برضو يبي لي أكرس جهودي أكثر وأتعلم أكثر. حلو. يعني ممكن أتعلم آلة معينة أعزف، يعني أشياء مثل كذا تكمل الفنان أكيد، يعني أكيد طبعاً تخدم وتخلي أداء أنضج. مزبوط طبعاً طبعاً مسفر، وإحنا فخورين فيك ومبسوطين بتواجدك اليوم معنا، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق لأنك تستاهل. وأنا أسعد، الله يسعد قلوبكم، الله يخليكم، تسلمون على الاستضافة. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد نكمل. بعد الفاصل وليد العبيد شيف سعودي يبدع في الأكلات الشعبية بطرق عصرية. طبعا في هذه الفقرة مشاهدينا نستضيف شيف سعودي أبدع وتميز في الوصفات الشعبية بطريقة عصرية وحديثة. راح نتكلم أكثر عن مشاركته وعن أهم الأطباق اللي يتقنها. خلونا نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو وليد العبيد شيف. أهلا وسهلا فيك يا وليد. مرحبتين، حياك الله أختي، نورتنا أول شيء. يا أهلا ومرحبا. وأكيد يعني الأكل يمكن أهم فقرة في سيدتي وأهم فقرة توقع عند كل العوائل وكل الناس، فخلنا نتكلم عن سر حبك للطبخ والمطبخ وكيف بدأ ومتى قررت أنه أنت لا أنا اليوم بسوي مشروع يعني يستاهل أنه أنا أشارك الناس فيه. والله بالنسبة للمشروع المطعم أو المطبخ بصفة عامة، هذه كانت هواية كانت من الصغر. حلو. يعني خذيتها من الجدة وبعدين كملتها الوالدة الله يطول بعمرها، وعلى قولت صارت مسيرة حياتي. توظفت أنا في وظائف غير المطبخ. أي. بس في الأخير رجعت للمطبخ. تحبه؟ أحب المطبخ. أي. وتخصصت في شيء معين وليد ولا بالأكل الشعبي؟ بالأكل هو أنت النشل أنا بس المتعارف عليه حاليا اللي هو الأكل السعودي. سعودي. الأكل الشعبي. حلو. طب وليد خليني أسألك، ما عانيت؟ نعم ما عانيت؟ لا والله بالعكس، يعني لما كنت تدخل المطبخ ما كانت طردكم جدتك؟ لا بالعكس، يعني كانوا يشجعوني وما زالت الوالدة لين الحين. طب مرة حلو، بالعكس ما شاء ما الله ما زالت الوالدة لين الحين تتابع وراي، على بالرغم انها تجي تقول لي يعني دائما تعايرني تقول انا اللي علمتك الطبخ. الله يطول بعمرها يا رب. خلينا بالعكس هذا شيء مره طيب، وهذه هي البصمه المميزه انه الواحد يكون متميز عن اللي موجود في السوق او الشيفات الثانيين، انه يكون لي بصمته الخاصه. يمكن انت البصمه اخذتها من الوالده الله يطول في عمرها، لكن كلمنا عن اكثر الاطباق تميزا اللي انت سويتها او تسويها. والله شيء كثير متميزين فيه، اللي هو الذبايح، الجريش، القرصان، المرقة، الأكل الشعبي بصفة عامة كامل. الأكل السعودي بصفة عامة. أبغى أتوقف معك عن موضوع الذبايح ده. أيوه. اللي أنا من يوم جيت الرياض أنا ما عمري شفت أحد جاب لي مفطح ولا أشتكي على الهواء ما جابت لي حاشي. الذبايح لما نتكلم عن الذبايح احنا بنتكلم على بنتكلم على كبسات، بنتكلم على مندي، بنتكلم على إيش الطريقة اللي تسويها في الخروف يعني؟ والله في عدة طرق. في يعني المعتاد اللي هو المندي او المضبي، هذا معتاد عليه، هذا المعروف، هذا نعم. المعروف. بس في شيء في ذبايح بالبخار تعتمد. انا ابغى طريقتك انت اللي متميز. أيوة. في حاجه بالبخار، في حاجه اللي هو الحنيد المدفون. هذا المدفون الحنيد شلون يتسوي الحين يا جماعه؟ والله هو فقره تثقيفيه. الحنيد سر الحنيد كله بالمرخ. حل. اللي هو العشبه المرخ هذه. وش المرخ عشان نفهم؟ عشبه. أيه. عشبه حلو.
هي بصفه عامه تستخدم لاهل الجنوب اكثر شيء. اوكي. يحطونها تحت اللحم ويغطون اللحم فيها ويحطون طبقه ثانيه فوق اللحم. سبحان الله بروسس طويل. ايه فريحه المرخ هي نفسها هي اللي توصلك للمذاق اللي هو مذاق الحنين. ايه يعني انت تملك هذه كل الاشياء يا وليد، يعني احس انه تحتاج ادوات مره كثير، واحنا نتكلم بعد على المدفون. أنا هذه بلها حفره في الارض صح؟ ايه يبغى لها حفره في الارض. أيه؟ المندي يبغى له برميل برضه. البخار يبغى له قدر خاص فيه. انت مجهز عندك هذه التجهيزات؟ ايه لان البخار بصفه عامه اللحم اذا نزلتيه في البخار ما تمسكه، ما تجي المويه. ما ينطبخ بالمويه مره، ينطبخ على البخار على الستيم. على الستيم زي ما بيقول. هذه اي طبخه؟ هذه اللي هو الخروف على البخار. اوكي. فيجيك سبحان الله يجيك اللحم او الـ مذاق اللحم نفسه ما هو زي اللي مطبوخ بالمويه. بالمويه. أي. أي. يعني يجيك انعم ترف على قولتهم. وليد يعني ما شاء الله تبارك الله قاعده اسمع طبخات ومتفنن فيها، خاصه الذبائح احسها صعبه جدا. ايش سر اتقانك لهذه الاشياء؟ حب. شو المطبخ اذا ما تحبينه ما تقدرين تعيشين فيه. صح. المطبخ ما تحبينه ما تعيشين فيه. انا اكون متضايق انا ادخل المطبخ يعني. انا احب اكل بس ما احب اطبخ. لا لازم تطبخين. بنشوف لك يا شيف صور ما شاء الله بتقوم كذا بنفسك وتجهيزاتك والسفرة الخاصة فيك ومشاركات وها زي هذه مثلا. ايش قصة هذه الصورة؟ مشاركة هوريكا. هذه هوريكا. هوريكا ايش هوريكا؟ كلمنا عنها. مسابقة وخذيت فيها الميدالية الذهبية. في اي بلد؟ ادينا هنا في الرياض. هنا في الرياض. اي في طيب. في الواجهة. اي وكان في مشاركين من دول مختلفة. مشاركين من جميع فنادق المملكة. من جميع الفنادق. وانت اللي تميزت وفزت. ايش كنت طابخ وقتها؟ كنت طابخ وقتها كنت طابخ كابلي مديني. الله لعبتك عادي يا ريم انبسطت. انا فهد عندي التغطية. ليه ما عزمتوها؟ حرام عليك يا وليد. وحق له يفوز، ما هو طابخ كابلي. صح. كابلي ما هي يعني اكله معروفه هنا يعني في المدينه. في المدينه صح. نعم. لكن هنا في الرياض تعتبر لانه ليها مذاقها القوي والخاص. مذاقها وشوفي الطبخ السعودي، الطبخ بصفه السعودي يعني في ناس يقولون انه صعب. مو صعب هو وسهل، بس التكنيك حقه صعب. بالضبط. وكل منطقه لها نكهتها الخاصه وليها يعني زي تدخلين بعض الاوقات تقولين احنا الجريش، الجريش اللي يسمعك تتكلم عن الجريش يقول هذا صعب. وهو ترى ان جيت المواد عنده اللي هي الجريش والحليب والزبادي وحب الجريش نفسه والمويه. سهل بس التكنيك حقه صعب. والطبخه يعني من تقعد تولع النار عليه في اربع ساعات. أيه. اربع ساعات يعني زي اليوم هذا من الساعه 11. انت اليوم ايش جايب لنا؟ جايب لنا جريش ابيض. جايبكم جريش يعني انا جهزوا لي هو موعودين احنا بغدا يا جماعه. بالضبط. غدا متاخر على الساعه 7. ايش اللي يميز الجريش حقك مثلا؟ اللي يميز هو شوفي الموضوع ما في تميز بس في نفس. في نفس وفي نكهه. وفي يعني نكهه. في جريش احمر وفي جريش ابيض. مزبوط. الجريش الاحمر يختلف عن الابيض. حق حايل الاحمر. حق حايل الاحمر. ايوه اللي يختلف فيه هذا الاحمر انك التكنيك حقه كانك بدايتها كانك تطبخين كبسه. بس بدال الرز ينحط الجريش. حلو. وتبتدين عاد الخطوات الثانيه. الجريش الابيض لا. الجريش الابيض اللي هو اللبن بس. لا. سر الجريش الابيض يحب الكمون. الكمون. ونفس الخلطه اللي تحط فوقها هذه البصل المسمنه اللي هي الكشنه. هذه كل واحد ليه بصمته. هذه سر الجريش بصفه عامه يعني. طب جيتي لجيت ترى الكشنه سر كل اكله. طب انت ايش سر لك؟ انا من اول بستنى عشان تقول ترى انا احط فيها. قل لي ايش الكشنه؟ الكشنه هي اساسا بصل. تمام. يتشوح البصل بدون زيت بدون مويه بدون اي حاجه، يتشوح لحد ما يصير لونه ذهبي. وليد شلون هذه؟ هذه يقلب اسود. هذه طريقه اهل الشرقيه. لا 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 يعطيك اللون الذهبي. صحيح. من غير زيت. من غير زيت. بعد كذا تنزلين عاد شويه زيت مع شويه سمنه، بعدين تحطين اللي هي البهارات حقت المسمنه الحموضه اللي هي الليمون الاسود. الليمون الاسود مهروس. مو سماك. لا الليمون اسود ما يحط فيها سماك. الليمون الاسود حقنا اصلا. المسمنه هي نوع من البهارات اللي هو مشكل المسمنه بالذات، يعني بدال ما اقعد اخلط اجمعها مره واحده وانزلها. جوعتوني يا جماعه والله. جوعتوني وانا مسويه دايت. خربوا ابو الدايت. طيب خلينا نتكلم شوي عن اقبال الناس. يعني هل انت الحين يعني انت تقول لي جهزت مطبخك او مكانك اللي انت تشتغل فيه،
مشروعك، انت بديت هذا المشروع صحيح؟ مشروع بديت مشروع، كيف الاقبال عليه؟ موظف برضه مش على مشروع. اي لا لا لا، هذا يعني هذا شيء وهذا شيء، هذه هوايه وهذا شيء انت تحبه. اي موظف برضه في نفس المجال. في أنا بالفور سيزن. حلو 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 حلو. لا لا يعني من النوفينة يعني ما يحتاج. لكن خلنا نتكلم طيب عن والله والله إنك مبدع يعني يا وليد صدق. مشروعك خلينا من الوظيفة الأساسية. مشروعك كيف الإقبال عليه؟ والله الحمد لله. كيف الناس يعني قاعدة تشتهي هذا الشيء يعني شوف في إقبال يعني الحمد لله ما وقف. لعب فينا البرجر والبيتزا ترى. والله ما شاء الله يعني أغلبها الحين في الفترة هذه. اغلب المسار اللي انا فيه مناسبات بوفيهات كيترينجز يعني كثير بوفيه كامل أيه. طبعا معي مساعديني اللي هي اختي وبنتي ما شاء الله تبارك الله ونعم اكيد نوجه لهم تحيه يعطيهم العافيه اختي عفاف وبنتي نزهه ونعم ونعم والله والله يعني هذا يعتبر مشروع عائلي هنا هذا توي بقول لك الاول والاخير طبعا الوالده لان هي الله يحفظها هي الكابتن هي الكابتن هنا لا انا توي اقول ميدودي يعني انا الصراحه يعني صرت ما اشتهي المطاعم قد ما انا اشتهي مشروع عائلي اعرف انه مسوى بطريقه عائليه خصوصا اكلنا الشعبي ما ادري تتفقون بنات او لا أكيد. تحس يبين معاك في الطعام في التحضير يعني ما شاء الله عليكم طيب وليد كلمنا عن تجهيزك للبوفيهات الولايه الملكيه والله تجهيز البوفيهات هذه طبعا اخذ البوفيه قبلها طبعا بخمس ايام اربع ايام اذا حد طلبه مني أوزع أعطي بنتي شغلها وأعطي أختي شغلها وأمسك شغلي أنا أختي ماسكة السلطات حلو. بنتي ماسكة السخانات أنا ماسكة الأكل الشعبي اللي في الذبايح الجريش المطبوخ طب والحلويات الحلويات لا إحنا ماسكين في الحل الشعبي إيه؟ بس لو أحد طلب حلويات في عندنا من العائلة برضه اللي يقوم بالحلويات الله إيش الحلويات الشعبية اللي تسويها الحلويات الشعبية اللي هي الحنيني المحلى طبعا هذه مراصيع مراصيع تبزع على المراصيع في شوي المراصيع انا جاني سؤال وش الفرق بين المراصيع والمصابيب مزبوط. هي هي المصابيب مو بالمالح اللي يحطون عليها كشنا لا المصابيب والمراصيع هي هي بس اللي نجيتي الاختلاف قولي المراصيع وقولي المكشوش هذه جديده لا المكشوش هو الاصل اساسا صدق اي هذه جديده وليش سموه مكشوش ليش لانه اذا انصب إيه؟ انقشقش حلو حبيت وليد لحظه ابي افهم بالموضوع مراصيع هي المصابيب هي المصابيب واساسهم لا مش الاساس يختلف المذاق الطعم والشكل يختلف المراصيع من المكشوش اولي تخربطتني هذه ثقه هذه يبغى لها كتاب لحالها لحظه لحظه المكشوش وشو المكشوش زي المراصيع بس صبته تختلف يصير زي الخبز اي اعرض يمكن شوي زي الخبز زي وبعدين يتصلح على الفحم اسم لحظه اسم واو اي على الفحم ما تصل على وتعتبر أكلة شعبية هي أكلة شعبية أكلة شعبية أكلة شعبية روح. المصابيب ممكن تصلحينها على الصاج صاج على المراصيع هي المصابيب هي المصابيب تمام كذا إحنا عرفنا يعني ما شاء الله واضح إنك محترف في الأكلات الشعبية لجميع مناطق المملكة الحمد يعني لله ما شاء الله عليك المكشوش يكون عجينته ثقيلة أي لما تنحط ثقيلة. في لها اسم ثاني بس الناس لا اسمها مكشوش لا في اسم والله قديم خلي بسوي سيرش عليه واعطيك اياه عشان تقول لي طيب خليني اسالك يعني بما انك ما شاء الله محترف في هذا المجال رمضان على الابواب واكيد في منيو خاص لرمضان إن شاء الله. وذكرنا بالاكلات الشعبيه كذا حقت رمضان ايش نجهز ايش ما نجهز ايش في انا تدري انا من يوم ما جيت الرياض في شوربه هنا يسووها في رمضان النجديين هي بالجريش وحمرة وفيها كده ليمون ناشف عندنا الطريقة هذه نسميها حنا مش يسمونها شوربة الجريش يسمونها هي شوربة كويكر أساسا إيه بس إنه أنتوا لما تسووها فيها طعم يعني أنا حتى أنا لما سويتها في البيت لحالي ما أدتني الطعم حق النجدين والبسمان الشوربة هذه ها البهار حقها لازم يكون البهارات الصحيحة أيوة إيش ما يتحط ناعم بالضبط إيش البهارات اللي هي الكزبرة اللي هي الكزبرة الكمون حب كله حب كله حب اوكي ممتاز ففي بعضهم عشان ما يبغى الحب يعني ينتشر ايه؟ تنحطه بسره ولا بعلبه وترمي فيها تاخذ الطعم تشيلينها وتطلعينها برا ممتاز الله بالكويكر هي بالكويكر هي الله يعني زي ما قال من البدايه وانا اتفق معك احنا ترى اكلنا سهل بالزبط. بس التكنيك هو اللي البهارات اللي ياخذ وقت يعني زي الحين عندك الحنيني الحنيني بر وسمن وتمر ثلاثة صح. أنواع ما من ثلاثة أشياء ما تحط معها إضافة صح. بس التكنيك حقه متعب ويفرق في بعض لذيذ يأخذ يعني ثلاثة أصناف بس الوقت حقه تأخذ لها ساعتين ساعتين ونص أو ثلاث ساعات بالضبط بالضبط سبة القرص هذا اللي يتجهز
بس برضو جودة التمر ونوعية التمر أكيد يفرق في الطعم أكيد والسمنة. أكيد جودة التمر تختلف بالذات يعني مرة. إيش نوع التمر اللي المفروض نستخدمه في الحنين؟ أنا اللي استخدم المفروض اللي أستخدم بصفة عامة دائما ما أستخدم إلا خلاص الحسا بالأغلبية يعني. الأكلات الشعبية في هذه الحاجات. طب ورد مش طموحاتك؟ طموحاتي إني أفتح أكبر مطعم سعودي. طيب سؤال. الله سؤال. كثير ناس فتحوا مطاعم شعبية في الأول لما كانوا في البيوت كان الأكل مرة يختلف كان لذيذ وينطلب لما طلعوا على مطاعم تغيرت الجودة. هل توعدنا أقول لك إذا ليش؟ ربي رزق في المطعم ما يصير ذا الشيء؟ ما يصير الشيء هذا. ليش؟ ليش؟ لأني أنا ما أرضاها أساسا. أنت توقف بنفسك على أنا أوقف نفسي. أنا ما أرضى يعني حتى جاي أحد بيساعدني بالشغل هذا أنا على فكرة لو تبغيني أدرب أرفض. ممتاز. عصبي. سر المهنة. أزعل بسرعة. تونا نحكي على العصبية. إيه. لا أعصب بسرعة ليش؟ لو شفت أحد سوى حاجة ما عجبت يعني اختلاف أضايق. عشان كذا. إلا الأكل عاد. إلا الأكل وهذا يجيبني سؤال مرة مهم. وش اللي يخلي الشيف شيف ناجح وشيف غير ناجح؟ مع إنه على فكرة أنا دائما أنا مع الشغف اللي تكلمنا عنه والحب إذا أنت ما تحب المطبخ ما هو بمكانك على قولتهم في ناس درست وأخذت شهادات وإلى آخرهم وأكلهم يعني لك عليه أو ترجعي للنفس أوكي بس إيش اللي يخليه ناجح إيش اللي يخليه حتى لو نفسه ممتاز ورائع بس إيش اللي يخليه شف ناجح وعليه طلب والناس تبي تأكل من عنده ممكن نفس الطعم نفس المذاق نفس التقديم طريقة التقديم لها دور ترى طريقة التقديم لا والله يا ولد ما لها دور لا طريقة التقديم لي بإيش ما تقدموا لي الأكل لذيذ بقول لذيذ معليش أنا لو أجيب لك طبق ها صح قرنش عليه قرنش كويس ايه؟ وطبق عادي ايه؟ أوكي حتى لو هذا لذيذ ها تحصلين تاكلين من هذا وعينك على هذاك صح العين تاكل لا أنا لا صح. أنا أمشي صح صح العين تاكل تاكل كذا بالنظر بس بعدين لما يجي وقت إني أنا آكل وأستطعم معليش بعد دي معدتي ماني بقاعده اكل شيء عشان اكيد ما حد ما اكيد ان ما حد ما اكل شيء وما في احد اني بيصلح شيء تعبان ما مستحيل هذا الشيء هذا ها بس بترجعين لحاجه واحده ترجعين للطعم تقول لك النفس ارجع وعيد واقول لك النفس صح. انا ممكن لو تصلحين انت بيض طبعا وانا اصلح بيض والاخت تصلح بيض بيضة. مختلف ها يختلف طعم هذه عن هذه عن هذا على نفس الطريقه صح صح النفس صح. طبعا ولد العباد يعطيك العافية إن شاء الله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله يعجبكم الجريش اللي جبنا لكم إن شاء الله أكيد مشاهدين أكيد راح نكمل معاكم باقي فقراتنا ولكن بعد الفاصل بعد الفاصل جولة سياحية وتجربة مختلفة في المدينة العالية بمنطقة عسير ننتقل إلى جمال منطقة عسير ولواحدة من أجمل الوجهات السياحية اللي هي المدينة العالية بأبها المكان اللي يحتضن العديد من الفعاليات على مدار العام ومنها فعاليات الشتاء المدينة العالية تجربة مختلفة يستمتع بها الزوار أكيد تفاصيل أكثر مع زميلنا محمد الغانم لا تلوموني في هواها قبل ما تشوفوها من أبرز الأماكن والوجهات السياحية بمنطقة عسير المدينة العالية بمدينة أبها وتتميز بموقعها المطل ووجود العديد من المطاعم والمقاهي والفنادق والخدمات ودائما ما تكون مواكبة للمناسبات الوطنية والفعاليات المتنوعة على مدار العام ومن هذه الفعاليات فعاليات شتاء المدينة العالية تجربة مختلفة يستمتع بها الزوار حياكم الله في المدينة العالية المدينة العالية هي وجهة سياحية على مدار العام حالياً نعيش فعالية شتاء المدينة العالية في عندنا فرق استعراضية عروض حية فرق العزف الحي وعندنا عروض النار وعروض الثلج طبعا الجميع مستمتع وجو المدينة العالية جدا جميل الضباب والأجواء والجميع يعني يعيش تجربة مختلفة وحياكم الله احنا مستمتعين على الفعاليات الرائعة هذه من ضمنها فعاليات الثلج واشكرهم على الفعاليات هذه صراحة وعلى التنظيم اللي اكثر من رائع
والله فعاليات ممتعة في المدينة العالية، وصلنا هنا من العصر وكان في فعالية الكبار والصغار، وفيها أماكن يعني جذب حلوة داخل المدينة العالية، مطاعم وكافيهات والمسرح وأيضا الفرق الاستعراضية، استمتعنا كثير أنا والأولاد. يشرفني حضوري في هذا المكان خصيصا في المدينة العالية، صراحة مكان أكثر من رائع، وانصح الجميع القادمين من خارج منطقة أفا الحضور لهذا المكان. أنا مشاركة في فعالية شتاء المدينة العالية، فعالية الرسم على الوجه، ما شاء الله الإقبال كبير من أول يوم، وأتمنى أن يكون الجميع مستمتع. وتبقى المدينة العالية مقصداً وخياراً مميزاً للسياح على مدار العام. لبرنامج سيدتي محمد الغانم، أبها. يا جمال وروعة وسحر منطقة عسير، يعني أنا الأمانة يعني زعلانة أنه ما زرتها إلى الآن، من أجمل المناطق اللي يعني شفت التقرير، يعني من أكثر التقارير اللي عجبتني، والصور وشي شيء مو طبيعي. قاعد أقول لزميلاتي كنا فوتوشوب، كنا مو بحقيقي. يعني يمكن شفنا حتى سمو الأمير تركي بن طلال كان يتكلم عن عسير وتطوير عسير، هذا هي لسه ما بدأ المشروع، جلو بدأ المشروع إيش بيصير وإيش بتكون، شيء يعني شيء مو طبيعي. جدا فخورين وشكرا لزميلنا اللي يعني شارك هذا التقرير محمد الغانم، شكرا لك، شكرا على هذا التقرير الجميل. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، أكيد أشكر زميلاتي على هذه الحلقة المميزة، شكرا لكم بنات، استمتعت كثير، وأكيد نشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، ونذكركم كالعادة بالمشاركة في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاغ والظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.